الأخبار من الراي. أهلا بكم في نشرة أخبار الراي، تصحبكم خلالها سمير عبد الله، والبداية دوما بأبرز العناوين. قمة كويتية سعودية قطرية مباحثاتها إقليمية دولية. بعض الاستجوابات هو مستحق وبعضها أيضا للحماية وبعضها خلط الأوراق، وليس التوافق فقط لاستهداف وزير. ثلاثاء الاستجوابات متشعب التكهنات. تعطينا المجال في لجان التحقيق جلسات خاصة. كل وزير نفسي نفسي. ملاحظات المحاسبة عيون راصدة ومتوعدة. القاهرة تكشر عن أنيابها لأنقرة. الخروج عن المطاع لفعل غير المستطاع. وفي النشرة الصحة في الضحكة. اجتماع ثلاثي ضم كلا من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد وخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وأمير قطر تميم بن حمد الثاني، وتم الاجتماع بحسب وكالة الأنباء السعودية في قصر خادم الحرمين الشريفين، وبحثت القمة الثلاثية مسيرة العمل الخليجي المشترك والمواقف من التطورات الإقليمية والدولية والموضوعات التي تهم البلدان الثلاثة، بالإضافة إلى آفاق التعاون بين دول الخليج وسبل دعمها وتعزيزها في جميع المجالات. تتجه الأنظار إلى ثلاثاء مناقشة الاستجوابات في 26 من الجاري، حيث يتسابق النواب على تسجيل نقاط شعبية إن حضرت الحكومة أو استبقت الثلاثاء الموعود بتعديل وزاري، وتختلف تحليلات المراقبين حول الغاية من التسابق المحموم على تقديم الاستجوابات ومدى الفعالية المرجوة من المساءلة السياسية إذا ما قدمت بهذا الشكل. قراءة المراقبين في تقرير السمر الشدياق. على وقع ما يشبه المزاد العلنية تشرع طارقان أمام الحكومة مطلع الأسبوع المقبل، فأما المضي قدما في مواجهة كم الاستجوابات المقدمة يوم الثلاثاء المقبل أو طريق التعديل الوزاري. ففي الخيار الأول، وفيما لا يزال الاستجواب السابع لوزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي يلوح في الأفق، من المقرر أن يجري في 26 من الجاري طرح الثقة بوزير الصحة الشيخ محمد العبدالله، يليه مناقشة الاستجوابات المقدمة لوزيرة التخطيط رولا دشتي، ثم رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك فوزير الإسكان سالم لأذينة. هناك تسابق اليوم من النواب على تسجيل بعض النقاط الشعبية نتيجة لتوجسهم من حل هذا المجلس كما حصل في المجالس السابقة، وبالتالي يحتفظون ببعض الرصيد الشعبي لهم في أمام قواعدهم الانتخابية. بعض الاستجوابات هو مستحق وبعضها أيضا للحماية وبعضها خلط الأوراق، وهذا كل استجواب يحصل فيه، لكن الاستجواب اللي موجه لسمو رئيس مجلس الوزراء هو استجواب يعني مستحق، لسبب أن سمو رئيس الوزراء يعني يعيش الآن عصره الذهبي. الفوائد المالية موجودة والمؤامرة السياسية موجودة والرغبة الشعبية والأميرية موجودة في إنجاز خطة التنمية سنة كاملة، وهم لم يحركوا ساك، حتى برنامج عمل قدم هزيلا وقدم عليه ملاحظات دائما تتكرر هذه الملاحظات. وعلى المقلب الآخر، وبسبب التهافت على الاستجوابات، فإن تعديل الوزارية بات من الضرورة شرط تغيير منهجية الاختيار. ما يحدد التعديلات ليس الأداء العام وقيادة السياسة العامة بشكل عام كما نكرر بشكل إنشائي، لكن مواد الدستور مرنة جدا في توجيه الاستجواب وفي طرح الثقة. فإذا كان هناك أي نوع من أنواع التوافق، وأنا أعني التوافق في طرح القضايا في إصلاح العمل البرلماني وليس التوافق فقط لاستهداف وزير، وهذه كانت من يعني أخطاء المجالس السابقة أن لا يتفق أعضاء البرلمان إلا إذا كان هناك وزير
يصبح كعامل مشترك بين مجموعة من أعضاء البرلمان أن لا يستمر في الوزارة، فتصبح القضية فردية وتنتهي عند هذا الحد. وعليها تأكيد على أهمية استمرار المساءلة بعد استقالة الوزير لمتابعة حل القضية، الأمر الذي لم يحصل طوال الاستجوابات السابقة. سمر شديق، نمور، الرأي. رداً على الشائعات التي تم تداولها حول مقتله في سوريا، نفى النائب السابق وليد الطبطبائي للراي هذا الخبر جملة وتفصيلة، مؤكداً أنه موجود في الكويت سليماً معافى ولم يسافر. وقال الطبطبائي: لم أذهب إلى سوريا مؤخراً رغم أمنيتي أن أكون بنصرة أهلنا والفوز بالنصر أو الشهادة، والسبب أن وزير الداخلية قام بسحب جوازي وجاري رفع دعوى قضائية ضده. تقارير ديوان المحاسبة لا زالت إصداؤها تدوي في الساحة البرلمانية، حيث تناقش عدة تقارير في لجنة الميزانيات والحساب الختامي، كما تحتل بعضها جل الاهتمام للمعنيين بوزارات الدولة. ماذا يقول النواب عن تقارير الديوان وكيف سيتعاملون معها؟ تقرير لربا بدأح. تقارير ديوان المحاسبة الأخيرة التي خرجت إلى الإعلام تتحدث عن مخالفات في وزارات الدولة ومؤسساتها، هي تقارير يستند عليها أعضاء مجلس الأمة للتدقيق في عمل تلك الجهات الرسمية، ومنها يستخرجون القرار بالمساءلة. تلك التقارير لن تمر مرور الكرام بحسب تصريح للنائب يعقوب الصانع الذي قال إنها محل دراسة للعديد من النواب. ديوان المحاسبة هو ذراع من أذرع مجلس الأمة. اليوم أيضا من حق القيادي أو من حق المسؤولين إذا رأى بأن هناك يعني انتقاد لهذا التقرير من باب الشفافية غير يعني مبرر لأنه ينتقد. التقارير بأي حال من الأحوال هي التي تعطينا المجال في توجيه الأسئلة البرلمانية، هي التي تعطينا المجال في لجان التحقيق، جلسات خاصة، مساءلة سياسية كبيرة قد تصل إلى الاستجواب. صدق المعلومات الواردة في تقارير الديوان ودقتها استوجبت تشكيل لجان تحقيق في العديد من الوزارات، واقع يراه النائب حمدان العازمي على أنه مرير فيه الكثير من التخبط الحكومي. كل واحد من الوزراء من أعلنوا ومن انتشر تقرير ديوان المحاسبة بالمخالفات اللي على كل وزارة، كل وزير شكل لجنة، يعني الكل مو ضامن الثاني حتى بمجلس الوزراء. يعني مفروض تشكل لجنة على جميع الشسمة بالوزارات كلها، ولجنة من مجلس الوزراء تشوف المخالفات، كل وزير نفسي. بالعكس أنا حي الوزير اللي شكل لجنة التحقيق. وكان ديوان المحاسبة قد أصدر تقاريره للجهات الحكومية وفيها انتقاد للعمل الرسمي الحكومي ومخالفات مالية وإدارية استدعت وقفة نيابية لن تمر عند البعض مرور الكرام. رباب بداح، الرأي. نافية وموضحة، أكدت وزارة الصحة أن ما يتم تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن إصابة بعض المعلمات في إحدى الثانويات بمرض الدرن أو السل غير صحيح، موضحة أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة في هذا الموضوع وصرف علاج وقائي للمعلمات من الإصابة بالمرض مستقبلا. وقالت الوزارة أن العلاج الوقائي هو إجراء احترازي كما هو معمول به لدى أخذ التطعيمات أو الأدوية قبل الحج أو السفر، وذلك على الرغم من عدم إصابة الشخص. دعوة لعدم إسناد أي حقيبة وزارية أخرى لوزير الدولة لشؤون البلدية أطلقها رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد معللا طلبه بما تستوجبه المهام والواجبات الملقاة على عاتق هذه الوزارة التي تحتاج إلى تركيز كبير على حل المشكلات وتفرغا كاملا من قبل وزيرها. وقال الخالد أن بلدية الكويت من الأجهزة التنفيذية الكبيرة جدا في البلاد وتحتاج إلى وزير متفرغ لها دون غيرها من الحقائب الوزارية.
استجابة لطلب الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية. أعلنت وزارة التربية أن عدد العاملين لديها من فئة غير محددي الجنسية بلغ 316 شخصا حتى نهاية أكتوبر من العام الحالي. وأكد الوكيل المساعد للشؤون المالية بالوزارة فهد الغيص استمرار الاستعانة بهم وفقا لحاجة الوزارة ممن يتوفر لديهم إحصاء 65، وذلك حسب اشتراطات ديوان المحاسبة، ديوان الخدمة عفوا المدنية والجهاز المركزي. تحت شعار عملية السلاحف، نظمت جمعية الكشافة الكويتية والجمعية اليابانية بالكويت حملة تنظيف لعدد من الشواطئ، وذلك بهدف الحفاظ على الحياة البحرية والبرية على الشواطئ. وقد شارك العديد من أعضاء الجمعيتين والمنتسبين إليها في مظهر يعكس روح التعاون للعمل من أجل حماية البيئة من المظاهر السلبية التي تسيء لها. في إجراء يظهر مزيدا من التدهور في علاقات البلدين، قررت الحكومة المصرية خفض تمثيلها الدبلوماسي في تركيا من مستوى السفراء إلى مستوى القائم بالأعمال. وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي أن مصر قررت أيضا استدعاء السفير التركي وإبلاغه بأنه شخص غير مرغوب فيه ومطالبته بمغادرة البلاد، كما قررت نقل السفير المصري بأنقرة إلى ديوان عام الوزارة نهائيا. لا تعرف الموهبة عمرا تقف عند حد، ففي تحد لسنه الصغير قام طفل بقيادة آلية ثقيلة والعمل عليها في نقل الأنقاض والأتربة والرمال، متحديا كل المعوقات من حوله. حصاد الأسبوع، تداولات جذبة، تابعونا في الصفحة الاقتصادية بعد فاصل قصير. من جديد أهلا بكم. بأداء غلب عليه التذبذب، أغفلت سوق الكويت للأوراق المالية تداولات الأسبوع المنصرم على تراجع في مؤشراتها الثلاثة، حيث قال تقرير شركة بيان للاستثمار أن المؤشر السعري أنهى تداولات الأسبوع منخفضا بنسبة 79 عشرا من النقطة المئوية، فيما انخفض المؤشر الوزني بنسبة 80 عشرا من النقطة المئوية، ومؤشر كويت 15 بنسبة 1% و22 عشرا من النقطة المئوية. وللحديث عن تداولات البورصة ينضم إلينا في الاستوديو المحلل المالي خالد الحربي. بداية، كيف تقرؤون تداولات البورصة خلال الأسبوع الماضي؟ هو فعلا مثل ما تفضلتي في يعني آخر جلسة على انخفاض، هو حقيقة لرابع أسبوع السوق يقفل كإقفال أسبوعي على انخفاض. لاحظت قيمة التداول حقيقة في آخر جلسة كان في أكثر من 54 مليون دينار كويتي، بالعكس الأيام التداول اللي شفناه 26-27. إذن كان في يعني آخر جلسة على رقم انخفاض السوق، كان في سيولة داخلة، لاحظت الضغط اللي قاعد يحصل بالسوق لانخفاض قطاع الاتصالات، زينو اتصالات، قطاع البنوك، انخفاض بيتك ونزوله تحت حاجز 800 فلس، الوطني قاعد يدافع على 900 فلس، فإذا ضغط الأسهم القيادية اللي شفنا تأثيرها في المؤشر الوزني ومؤشر كويت 15 أثر على السوق حقيقة. لكن أنا شايف أن
قيمة السوق في آخر جلسة تبعث للتفاعل إن شاء الله. رغم ذلك لم يستطع المؤشر السعري القفز إلى ما فوق حاجز 7900 نقطة خلال الأسبوع الماضي، هل من الممكن أن يقفز فوق هذا الحاجز الأسبوع القادم؟ هو جلسة باكر جدا مهمة بعد ما شفنا إقفال آخر جلسة على السيولة اللي داخله. نعم. انتظار النتائج حقيقة كانت فترة صعبة. بعتقد أن مثل ما تفضلتي حاجز 7900 حاجز قوي. باستمرار هذه السيولة اللي شفناها في آخر جلسة. نعم. واستمرار هذا الزخم يعطي السوق مومنتوم، بعتقد إن شاء الله قادرين أن نجتاز 7900 ونتحول إلى حاجز نفسي 8000 نعم. نقطة. نعم، كيف أثرت معدلات المضاربة على أداء البورصة في ظل القواعد الرقابية لهيئة أسواق المال؟ هو حقيقة هيئة أسواق المال قاعد تراقب التداولات الغير مشروعة في ممارسات داخل أسواق المال على الهيئة، قاعد تقوم حقيقة في دور في تحويلات للنيابة، لاحظنا في مراقبة للضرب للصفقات وحدة المضاربة. نعم. إذن هيئة أسواق المال دورها الرقابي الاستمرار فيه حتى أن نوصل إلى سوقنا إلى شفافية وممارسات مشروعة. نعم، المحلل المالي خالد الحربي شكرا جزيلا لك. متأثرا بالمحادثات الخاصة ببرنامج إيران النووي، ارتفع سعر برميل النفط الكويتي دولارا و26 سنتا ليستقر عند مستوى 104 دولارات و95 سنتا، وذلك في ظل التوقعات الضئيلة لانفراجة وشيكة في المحادثات بشأن ملف إيران النووي، على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها إيران والقوى العالمية الستة الكبرى للتغلب على خلافات تعطل التوصل إلى اتفاق مؤقت. فوز وتصدر منفرد، التفاصيل في صفحتنا الرياضية بعد هذا الفاصل. من جديد أهلا بكم. حلق فريق الكويت وحيدا بصدارة دوري فيفا لكرة القدم بعد فوزه السهل على فريق الساحل ب3 أهداف لهدف واحد، وذلك في إطار الجولة 9 من البطولة. سجل أهداف المباراة اللاعب عبد الهادي خميس في أول 40 ثانية من انطلاقة المباراة التي جرت على استاد نادي الكويت، وضعف النتيجة البرازيلي روجيرو، بينما اختتم أهداف اللقاء التونسي عصام جمعة. وبهذا الفوز يواصل الأبيض صدارته للبطولة برصيد 24 نقطة دون أي هزيمة. وفي لقاء آخر تمكن فريق كاظمة من التغلب على فريق الشباب ب3 أهداف لهدف واحد. المهارة موجودة والفنية موجودة والذكاء موجود، وخلاص قلت جول قبل ما تجي جول، ومعتاح نوعا ما الكويت شوي، وهذه تسديدة حلوة. الله، زكت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للتنس الشيخ أحمد الجابر العبدالله رئيسا لمجلس الإدارة مجددين الثقة به للمرة الثالثة على التوالي. وقال رئيس الاتحاد الشيخ أحمد الجابر أن الاتحاد العربي يواجه مسؤولية كبيرة تقع على عاتقه للارتقاء باللعبة والنهوض بها، مؤكدا حرصه على رفع وتطوير اللعبة على كافة المستويات لضمان حصول اللاعبين العرب على نقاط ضمن التصفيات الدولية. تواصلت فعاليات بطولة الشيخ علي صباح السالم السنوية للرماية على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية، وتمكنت الرامية مريم مرزوقي من إحراز المركز الأول في مسابقة البندقية 10 أمتار وبفارق كبير عن صاحبة المركز الثاني الرامية آيات حسن. أما في مسابقة المسدس 10 أمتار للناشئات، فتمكنت الرامية آيات حسن من تحقيق المركز الأول على حساب زميلتها هبة مرزوقي. اجعلوا من الضحك عادة ومزاجا عاما في حياتكم، وذلك لما له من فوائد نطلعكم عليها في سياق هذا التقرير. أثبتت دراسة علمية بريطانية أن الضحك يمكن أن يزيد من تحمل الشخص للألم، حيث إن الضحك مع الأصدقاء يعزز من إفراز المخ لمادة إندورفينز التي تحسن من مزاج الشخص، والتي دائما ما يفرزها المخ عند ممارسة الرياضة.
وأشارت الدراسة إلى أن الضحك يساعد الشخص عندما يتعرض للأذى، كما أن الضحك من القلب يمثل تمرينا جيدا لعضلات الصدر ورئتين، بالإضافة لكونه يحث المخ على إفراز مادة الإندورفينز للتغلب على الألم. وأضافت الدراسة أن الضحك يعد من أفضل العلاجات للألم، إذ يبدو أن مادة إندورفينز ترفع من كفاءة الجهاز المناعي، لهذا فإن حث المخ على إفراز هذه المادة من خلال الضحك يساعد الشخص على الشفاء من الأمراض ويساعد الجسم على مقاومة العدوى. وخلصت الدراسة إلى أنه كلما شارك الشخص في مواقف اجتماعية تبعث على الضحك، كلما زادت قدرته على تحمل الألم. والآن مع جولة على أحوال الطقس، وفيها استعراض لدرجات الحرارة المتوقعة ليوم غد في مناطق الكويت. وقبل ختام نشرتنا لهذا اليوم، نذكركم بمتابعتنا عبر موقع تويتر @rmediagroup، وكما يمكنكم مشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على يوتيوب الراي تيوب. شكرا للمتابعة.